نصل بكم الآن إلى فقرة السوشيال ميديا لنتحدث عن أكثر المواضيع تفاعلا على موقع أصوات مغربية وصفحاته التواصلية، والبداية من الجزائر حيث نشر موقع أصوات مغربية مقالا بعنوان الحراك الجزائري كورونا يحجر على الجمعة 57. نقرأ فيه: خلت شوارع الجزائر في الجمعة 57 تماما من المتظاهرين بعد أزيد من سنة من الحراك المتواصل الذي ثبر عليه الجزائريون بسلمية للدعوة إلى تغيير النظام. فيروس كورونا هو الوحيد الذي استطاع أن يمنع الحراكيين من الخروج بعد دعوات ملحة من ناشطين في الحراك وسياسيين معارضين وخطاب الرئيس عبد المجيد تبون الأخير. وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت دعوات لحتمية الكف عن الخروج لخطورة الوضع، خاصة وأن أكبر عدد من الحالات المؤكدة ومن الوفيات بالفيروس في البلد سجلت في ذلك الأسبوع. تدوينات عديدة تفاعلت مع الموضوع، نذكر على سبيل المثال مالين التي علقت: صحة المواطن أهم من كل شيء، فالدين أوصانا بأن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ربي يحفظ بلادي. أما نجم الدين سليماني علق يقول: وهكذا أثبت الحراك والأحرار أنهم في قمة الوعي والمسؤولية وأن الهدف نبيل. في الموضوع الثاني لهذا اليوم، أنفوغرافيك نشره موقع أصوات مغربية بعنوان السعادة في البلدان المغربية سنة 2020. الأنفوغرافيك الذي اعتمد على معطيات مؤشر السعادة العالمي لسنة 2020 يظهر أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى مغربياً و80 عالميا، تليها المغرب في المرتبة الثانية مغربيا و97 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة مغربيا و100 عالميا، تليها تونس في المرتبة الرابعة مغربيا و28 بعد ال100 عالميا، وأخيرا موريتانيا في المرتبة الخامسة مغربيا و29 بعد ال100 عالميا. ونصل بكم الآن إلى آخر فقرة وهي فيديو اليوم، والتي نرصد لكم فيها فيديو عن الركود غير مسبوق الذي تشهده ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش المغربية بسبب فيروس كورونا المستجد. نتابع الفيديو ثم نعود لنستعرض أبرز التعليقات بشأنه. Impacté. C'est normal que, parce que la ville, il vit de 80% directement et indirectement par le tourisme. Le, même, je viens de vous dire, même le petit commerçant, il vit du tourisme et il va être vraiment impacté. La question est, ça va durer combien de temps? C'est ça le problématique. Aujourd'hui, les gens, ils attendent. La première des choses, c'est de se protéger et d'agir en solidarité. C'est la première des choses à faire. Les Marocains jouent le jeu, donc il y a pratiquement plus personne dans les rues. On a juste les gens qui vont travailler quelque part. Mais à partir du moment où on a eu des instructions, elles ont été suivies, elles sont suivies de manière massive. Et je pense que les gens sont conscients des enjeux et personne ne veut s'amuser à prendre des risques inutiles. إذن تعليقات عديدة تجدونها على صفحات موقع أصوات مغربية تفاعلية حول هذا الفيديو، اخترنا لكم منها تعليق لحكيم الذي علق: نتمنى ألا يطول الوضع وربي يفرج على الفقراء. أما زوزو سليماني فعلقت تقول: اللهم الركود ولا الموت بكورونا. إلى هنا نصل إلى نهاية فقرة أصوات مغربية. للمزيد من الأخبار والمواضيع حول المنطقة المغربية يمكنكم الاطلاع على موقع أصوات مغربية، والمشاركة بآرائكم واقتراحاتكم يمكنكم متابعة صفحة أصوات مغاربية على فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. فصل قصير نواصل بعده التاسعة، ابقوا معنا.